اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ترعيب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده ايه. الله، دي ابلكيشن جامده جدا اسمها كيدز سنو جيمز. واو، ممكن احنا نلعب بقى ليفلز او ممكن احنا نلعب فري رايد، يعني نقعد نلعب عادي ونلعب بقى على كيس زي ما احنا نحب. الله، شكلها ابلكيشن حلوه قوي. تعالوا بقى نجرب ان احنا نلعبها ونشوف بقى ترى دي عباره عن ايه، نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. اوكي، بصوا هنا بقى ايه. The tutorial try to catch as many stars as you can. ياما نمشي يمين وشمال نحاول ان احنا نجمع النجوم. ايه ده، الله، بص بقى بنزحلق على التلج ونقدر ان احنا بقى ننط. وبيقولي علامة كروس يعني لازم ابعد عنها. وهنا بقى ده منط، اطلع فوق بقى واجري وانط زي ما انا عايزة. واو، بص خدت النجوم. ماشي، بيقولي ابعد عن الحتة دي. وهنا بقى عشان انط واخد النجوم. اوكي، بيقولي امشي يمين او شمال. وهنا نط بقى وجمع النجوم. الله، اخدت كده. احاول اهو ياخد نجوم تاني. المفروض اخد هنا العدد الستارز ده بيقل، يعني اول ما بقعد اجمعه بيقل. اوكي، بصوا بقى بنط كده اهو. الله، جيم بوست، عايزة بس ان انا اظبط السيتنجز بتاعتها. اوكي، ممكن اظبط السيتنجز. if you like me please rate. بصوا ده هنا بيبي هيبو. ماشي، احنا كده لعبنا توتوريال. ممكن بقى نلعب الجيم. ليفل 1 لسه ما فتحش. اوكي، لازم ان احنا نجمع الستارز. اوكي، there are some penguins lost their way home, let's help them. في عندي penguins بطريق تاهوا من البيت بتاعهم، عايزين بقى احنا ننقذهم ونرجعهم البيت. ايه ده، هو البطريق سيبته؟ يا خساره، يا ما عرفتش ننقذه اهو. حاول بقى ننقذ واحد تاني عشان ما عرفش انقذ الاولاني. في واحد تاني اهو برضو سيبته، مش عارفه انقذه برضو. وفي بطريق اهو، هي اخدته. واو، واخدت البطريق التاني. اوكي، وبعدين بصوا، واو اهو، نحاول بقى اخد البطريق التاني اللي هناك ده كده. بقى فاضلي 6 بينجوينز. اوكي، هو بصوا بقى فاضلي ده كمان، حاول ان انا اخده. الله، كده بقى فاضل لي 5 بس. هو بقى بيعيني ازاي انا اصلا اعرف اعمل سكيتنج. يا في واحد فوتته. هحاول انقذ ده كمان. really watch out for the snowball، لازم ابعد عنها. مخدش البينجوين ده، يا خسارة. فاضل لي 4 اهو، بعدت بقى عن البينجوينز كلهم. بيقولي avoid obstacles اللي هي العقبات اللي في الطريق اللي هي عليهم علامة الكروس، دول لازم ابعد عنهم. واو، كده بقى خلصت التوتوريال، اخدت فيها 3 stars من ال 5. يا الله، كده خلصت بقى ليفل 1. خلصت ادي التوتوريال، هخش دلوقتي بقى العب ليفل 1 وهنشوف يا ترى بقى ايه الاخبار. بيبي هيبو برضو، عايزين احنا ننقذ برضو، نجيب البطاريق. هنا بيقولي ان انا لازم الم 10. اوكي، هنا برضو غير بس السيتنجز. اوكي، اهو الم بقى في بطريق اهو، معرفش ياخده، يخسره. الله، واو. اوكي، كده بقى فاضل لي 7 بطريق. واو، هنا بمشي بقى عمال احاول ان انا اتفيد الايه العقبات. اوكي، كده بقى خلصت ليفل 1، ممكن نخش بقى على ليفل 2.
واو ايه ده الله، دي ابلكيشن فعلا لذيذة قوي. هنا بقى عندي 15 15 بينكون لازم ان انا اجيبه. الله بصوا هو عمال اجري بقى وبتفيد العقبات. هنا في وسط البينجوينز ده، هنا بقى ايه مش بينجوينز، ده اللي هو كلب البحر. هنا فاضلي 13، مش عارفة انا بعدي فوق ايه، مش عارفة ليه ما بياخدوش، وعمال احاول بقى ان انا اخده. الله بصوا هياخد بقى ده كمان، بتريك ده كمان، يا خسارة. بس الصراحة دوست عليهم كلهم ما خدش ولا واحد، ولا عارفة اطلع اتزحلق في المناط. اللعبة طلعت اصعب شوية مما كنت متوقعة. واو واديني كده قربت ان انا اخلصها كده بقى، خلصت ليفل 2 بس اخدت فيه 1 ستار بس الصراحة عشان انا ملعبتش فيه كويس خالص. هنخش بقى نشوف ايه ليفل 3. الله شكلها ابلكيشن جامدة اوي. واو اوكي هنلعب بقى ايه، هلعب اهو بسرعة، احاول بقى ان انا اجري واخد بقى كوينز على قد ما اقدر. الله بص بجري بقى اتزحلق بالبورد بتاعتي اهو. في بتريك تاني، قصدي كلب البحر ده خدته. واو اهو فاضل لي كده بقى ايه 15، فاضل لي كده 14. لسه 14 برضو. واو اي ايوه بقى كده ايه، ما خدتوش برضو. الله بصوا انا كده لسه فاضلي 14. الصراحه لعبت وحش قوي برضو، مش عارفه الصراحه ليه ما باخدهمش، مش عارفه الصراحه ليه ما باخدهمش. واو بصوا كده برضو اكون ايه الله كده بقى وصلت لحد ليفل 3 بس برضو خدت فيه ستار واحدة بس عشان لعبت وحش برضو. انا عن نفسي عجبتني جدا الابليكيشن الفظيعة دي هيبو بيبي كيد سنو. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، بليز وريلي في الكومنتات رأيكم فيها، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. توحشوني اوي يا صحابي، باي باي.